المتابعة حول هذا الموضوع انضم إلينا عضو مجلس النواب السابق عن محافظة نينوى الأستاذ محمد نوري العبد ربه. أهلا بك أستاذ محمد. أستاذ محمد، إذا اليوم أوقاف المسلمين يمنحها من لا يملكها لمن لا يستحقها، كعضو مجلس نواب سابق كيف تراقب هذا الأمر الذي يقال أنه يهدد المجتمع العراقي من جديد ويزرع بذور الطائفية؟ شكرا لكم وتحية لكم ولمشاهديكم الكرام. يعني حقيقة الوقف السني يجب أن نفهم أنه غالبية أملاك هذا الوقف هي بتبرعات أهل السنة، وهي بواقع ما تسمى حجة وقفية مملوكة لصاحبها يهبها إلى مثلا جامع، دار أيتام، وما إلى ذلك من ممتلكات تعود إلى الوقف السني، وهي ليست ممتلكات تابعة إلى الدولة أو تابعة إلى الوقف السني، حتى يستطيع مثلا رئيس الديوان أو غير رئيس الديوان أن يتصرف بهذه الأملاك. إذن هي أملاك موقوفة على ذمة من تبرع بها، وهذه واضحة. يعني اليوم الأخوة الشيعة لديهم ما يسمى بالخمس، يعطى الخمس للمرجعية، والمرجعية هي تتصرف بهذا الخمس. في المذهب السني هذه تسمى بحجية الأوقاف. يعني أنا اليوم ما أنا كمذهب سني ما أتبرع بالخمس، أتبرع لي بأرض مثلا، أتبرع ببناء مدرسة، أتبرع ببناء جامع، يعني حتى يفهم المجتمع ما يدور. ولذلك ما موجود من حجج من هذه الأوقاف هي تعود لكافة المسلمين اللي موجودين، يعني لا تعود للوقف ولا تعود إلى الدولة، ولا الدولة هي لها حق التصرف بها بناء على أي معطيات من معطيات الحياة. لا يجوز لا للدولة ولا الوقف السني، مجرد الإدارة، يعني هنا مجرد الإدارة وليس لها حق نقل الملكية من هذه الجهة إلى تلك الجهة. طيب، مهما تكون الشكوك ومهما تكون عفوا الأوامر اللي موجودة أو الصلاحيات الموجودة. نعم. بناء على ذلك أستاذ محمد، من الذي له المصلحة في إثارة هذا الموضوع في هذا الوقت الحساس يعني من تاريخ العراق؟ لمصلحة من يجري هذا؟ يعني الجميع يعلم أنه دائما قبل كل انتخابات تثار لدينا بعض المواضيع اللي ممكن أن تثير الشارع حتى تكسب هذه الجهة أو تلك الجهة، حتى يصعد الرصيد بهذا الحزب الفلاني أو ذلك الحزب الفلاني. طبعا هو التصرف غير مقبول من الأخ سيد رئيس الديوان الوقف، الوقت غير مناسب لمثل هكذا أمور، وإذا ما كانت هناك مشاكل ممكن أن تحل المشاكل. طبعا نحن نسمع أنه بعض الجهات من هنا أو هناك مسيطرة على هذا الجامع، على هذه المنطقة، على هذا موجود، واقع الحال موجود، لكن حل هذه المشكلة ليس بهذه الطريقة. يعني اليوم أنت ما تعالج الخطأ بخطأ أكبر من عنده، تعالج هذا الخطأ بالمباحثات، باللقاءات، بالدولة، بالقانون. ليس معناه أنه اليوم أنا أجي وأسوي لجنة بغالبية، مع جل احتراماتي وعذرا للتسمية، مع غالبية شيعية تصوت على قرار بالأغلبية في اللجنة. طبعا أكيد الأغلبية راح تكون الأخوة الشيعة، ولذلك من يثير هذه الأمور في هذه الأوقات أنا أعتقد هي جهات سياسية رابحة تتوقع أن تربح أو تتوقع أن تحصل على شيء في المستقبل قد 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 تكون فقدته في هذه الفترة، وهي جهات سياسية بصراحة واضحة. ونحن شخصنا كثير من الأمور وشخصنا كثير من التناقضات اللي موجود في هذا الموضوع تحديدا، على اعتبار أنه اليوم مثل ما يقول المثل وهب الملك بما لا يملك. يعني اليوم ما تستطيع أن تعطي شيء هو مو إلك أصلا تعطيه للآخرين. أول مرة خير الله يصير إلك ومن نصيبك ومن حسنك وأنت مسؤول عليه وأعطيه للآخرين، لكن هذا مقابل بعض الرضا إذا صح التعبير، حتى ترضي علي الجهة الفلانية أو الجهة الفلانية أو السلطة الفلانية. نعم. لكن أستاذ محمد، يعني هذه القصة تضعنا أمام سؤال مهم، يعني إذا كان مسألة التفريط بأوقاف عمرها أكثر من مئات السنين لها أسانيد تثبت ملكيتها وهناك وثائق تثبت لمن عائدة، إذا كان التفريط بهذه الأوقاف يجري بجرة قلم كما يقولون، يعني كيف تفسر ذلك؟ نحن أمام وضع خطير. لا، يتوقعون أنه تسري الأمور بهذه الطريقة، لا، هي لن تمضي بهذه الطريقة. يعني هناك محاكم وهناك قضاء وهناك يعني شعب ومجتمع، لا يمكن السكوت على هذا الموضوع. من يفكر أنه بمجرد التوقيع وبمجرد
التوقيع على ورقة سواء كانت بيضاء أو مكتوبة، هو أنهى الأمور وأعطى الولاء إلى هذه الجهة أو تلك الجهة. هو واهم بصراحة، لأنه أنا ذكرت لك بالبداية اليوم أنا يعني كمذهب سني مثلا أوقف حجة معينة، هذه من صلاحيتي أنه أبقى طالب بها، ومن صلاحيتي أنه أقيم الدعوة على من أقيم الدعوة على من استغلها بالاستغلال الغير صحيح أو وهبها لجهة أخرى. فأنا أعتقد اللي يعني منظاره ضيق وتفكيره ضيق ضمن حدود معينة يعني مطلوب أن يعيد التفكير في هذا الموضوع. لكن رئيس يعني الوزراء السيد مصطفى الكاظمي هي لا تعود. السيد مصطفى الكاظمي يعني أقر بهذا الاتفاق ووقع عليه، ما الذي ستفعلونه إذن إزاء ذلك؟ لا 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 لا، هو حتى لو سيد مصطفى الكاظمي يعني الموضوع ليس موضوع دولة وليس موضوع سلطة تنفيذية تنقل قطاعات عسكرية من هذه المنطقة إلى تلك المنطقة، هذا موضوع مذاهب ومذهب كبير في العراق، وأموال لأبناء هذا المذهب لا يحق لا للسيد رئيس الوزراء ولا رئيس البرلمان ولا رئيس الجمهورية ولا كل الوزارات أن تتصرف بهذا التصرف. وقعوا فيما بينهم، وأعتقد هم يعني عذرا للتعبير هم جهلاء في هذا الموضوع، لا يوجد فيهم من هو فقيه في الدين حتى يعرف كيف يتصرف أو كيف يعدل هذه الأمور. هذه الأمور لا تعطى لأشخاص سلطة تنفيذية. نحن نتحدث عن فقه، نتحدث عن دين، نتحدث عن أملاك تعود لمسلمين، لا نتحدث عن شرطي أو جندي أو مقاتل أو موظف في دائرة مدنية حتى نستطيع بصفة رئيس الوزراء أن أنقل هذا الجندي أو هذا الموظف من هذه الدائرة أو هذا الوزير وما إلى ذلك من أمور تفصيلية. هذه أوقاف مسلمين، تصرفنا لن يمضي هذا الاتفاق ولن يمضي مهما كلفنا هذا الموضوع. هذه أموال تعود لكل المسلمين، هي لا عائدة لا للأخ رئيس الوقف ولا للأخ رئيس الوزراء، هذه عائدة إلى مسلمين منهم أحياء ومسلمين منهم أموات. وبالمناسبة حتى عائدة، هناك عائدات لدول يعني في وقت الدولة العثمانية، إذا ما عدنا إلى وزارة الأوقاف وشاهدنا الأملاك اللي موجودة في وزارة الأوقاف آنذاك سنجد نسبة 70% من هذه الأوقاف هي تعود إلى المذهب السني. كما أسلفت، لماذا؟ لأن الأخوة في المذهب الشيعي يدفعون الخمس إلى المرجعية. نعم. فما عندهم عمارات ولا عندهم يعني، حتى بس تكون واضحة هذا. نعم. الموضوع أستاذ محمد، أشرت إلى عدم أهلية من أقر الاتفاق، وهنا يعني نثير موضوع المجمع الفقهي واعتراض الواضح على الاتفاقية، وهذا يطرح سؤال مهم. إذا كان قانون الوقف السني واضح وموجود، لماذا دائما هناك إصرار إلى إحالة رئاسة ديوان الوقف السني بالوكالة؟ يعني لماذا يتم الحرص على ذلك؟ ربما في آخر سنوات يعني آخر 3 رؤساء كانوا بالوكالة لا بالأصالة، لماذا؟ يعني هذا الموضوع بصراحة تدخل به السياسة بشكل كبير جدا ومؤثر، ولذلك لحد الآن مثلا ما قدرنا أن نعزل ديوان الوقف السني عن السياسة، ونحن كسنة نتحدث لا زال خاضع هذا المنصب إلى خاضع هذا المنصب إلى التراضي السياسي فيما بين الكتل السياسية. ولذلك اليوم نشاهد أنه هنا من يؤثر على رئيس الوزراء حتى يصدر أمر بالوكالة، هناك أشخاص يطلبون إقالة رئيس ديوان الوقف السني، هناك أشخاص وأنا أتحدث عن السياسيين يطالبون بتثبيته، وهكذا. لأن دخلنا هذا المنصب في الباب السياسي، مع العلم أنه هناك قرار أو قانون شرع يعني في الدورة الثانية أنه يجب أن يمر رئيس ديوان الوقف السني عن طريق مرشحين من المجمع الفقهي العراقي. نعم. لكن هذا لم يلتزم به لحد الآن، اختصر الموضوع على أنه العلاقات والتنسيقات اللي هنا وهناك وقرب هذا الشخص أو ذاك الشخص من الأخوة الشيعة أو من حتى في بعض الأحيان حتى من المحور الإيراني يحاولون أن يضعون أنفسهم في هكذا أماكن، ولذلك هو خضع للسياسة أكثر ما خضع للعلم. نعم. وبهذا نحن وصلنا اليوم. شوفي، لو كان هناك فقهاء وعلماء من يديرون الوقف لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. عضو مجلس النواب السابق عن محافظة نينوى الأستاذ محمد نور العبد ربه، أشكرك جزيل الشكر.